الحاج صبحي كريم سالم، برج العرب، محافظة الأسكندرية. أول كلمة لازم أقولها لك، الله أكبر عليك بجد أنت وأخوك. يعني أعداد مهولة من خرفان البرقي، أحلى لحمة في مصر والعالم، أحلى لحمة ممكن كمان نصدرها لكل حتة لو اهتمينا بهذه الثروة. أنا شايف فيك نواة حلوة إن احنا نقدر نعمل أعداد كبيرة جدا من البرقي، هو لوحده بيخلف توائم، الله أكبر. يعني عايز أبدأ معاك كده أفهم يعني إيه خروف برقي وليه متخصصين فيه، عايز أفهم. خروف البرقي ده طبعا متسلسل من زمان خالص، تمام، في منطقة يعني غرب المنطقة الغربية بتاعت مصر، جمهورية مصر العربية، مطروح، برج العرب، من غرب العمرية، من زمان خالص دي مناطق البرقي في مصر، البرقي يعني. تمام، وفي في ليبيا برضك، تمام، دي سلالة عالية خالص، يعني حتى مقاومة للأمراض في كل مكان، مقاومة للحرارة، تختلف عن أي سلالة خروف تاني، حتى في الانتاج، حتى في العلف، حتى يعني في اللحمة، يعني حتى بتصفي اللحمة أكثر من أي خروف تاني. كم نسبة التصفي بتاعها؟ التصفي بتاعها نسبة كبيرة، يعني في حدود 60 أو 65%. 65%. الخروف ده أنا متهيالي في الحر بيعيش وفي البرد بيعيش. ياما خالص. صح كده؟ خالص. يعني احنا في منطقة هنا اعتقد ان دي في المطر بتبقى وحل. وحل خالص. وبترعى فيها ومزارعك فيها. عادي خالص، وحتى الحولي لو يتولد في المطر يصبح كده واقف تلاقيه يجري ورا امه. الحولي اللي هي؟ الحولي الصغير. الصغير. صح كده؟ ده بيبقى الذكر الصغير. الذكر الصغير او النتاية. والحولية النتاية. الحولية النتاية. لا احنا قلنا بقى، انت مش هتتعلمني. الحولي الذكر الصغير. صح. والحولية؟ الحولية النتاية، نقول عليها حولية. طب لما تكبر شوية؟ هي حولية. لما تبقى لا نعجة، الحولية تبقى نعجة. تبقى رباعية يعني لما ما تصعبش عليا الدنيا. هي حولية تبقى نعجة. نعجة. والحولي يبقى ايه؟ الحولي كبش نقول عليه. كبش. صح كده؟ كباشا. تمام. دلوقتي أنا عايز أسألك على حاجة. أنا بشوف بيذبحوا النعاج في المجازر وفي المطاعم، ليه بقى بنحافظش على الإناث والنت بتاعت البرقي؟ دي بقى المشكلة يعتبر اللي احنا فيها حاليا، لأن السلالة دي أنا شايف أن السلالة دي بدأت يعتبر تنقرض، يعني الدولة اللي مهتمش بالموالدة والله ممكن سنتين مش هتلاقي غنم أساسا. ما نلاقيش البرقي في مصر. يعني حتى يعني من 3 سنين كان عندنا ناس ياما بتربي غنا، السنة دي في ناس صفت، يعني من 2 أو 3 سنين في ناس صفت. وبرضك نرجع نقول تكلفة الأعلاف مثلا، تكلفة الأعلاف برضك الناس يعني بقت بتهرب من التربية. سر المهنة ايه؟ سر المهنة طبعا أهم حاجة. يعني أنت بتعمل ايه في التربية بقى؟ التربية قلنا أهم حاجة عندك، أول مرحلة المراعي. دي أهم حاجة في التربية. دي حاجة. تمام؟ يعني ما ينفعش تجيب خرفان برقي وتحطها في مكان مقفول وتديها علف، مش هتديك التحويل اللي انت مستنيه. لا مش هتديني. في نفس الوقت طبعا انا عندي عمل دورات، عندي النعجه اللي تولد في اسبوع دي لوحديها مده اسبوع، يعني 10 ايام، بعد كده نحولها لمرحله ثانيه. تمام. اللي هي ايه؟ مرحله مثلا الحولي بعد 20 يوم يبقى لوحده، مثلا انت عندك 300 نعجه. انا عندي مثلا كل يوم مثلا 10 15 نعجه بتولد، بعد اسبوع نبص تلاقيهم 150 نعجه 200 نعجه، بعد كده نطلعهم برا، واللي تولد بعد كده طبعا في اول مكان التاني. خروف البرقي بياخد كم كيلو علف عشان يكمل دورته، ومدتها قد ايه الدوره؟ هو يبدا طبعا نعلفه احنا من 2 أو 2.5 شهر ياخد علف بسيط، بس يعني مثلا نديله مثلا ربع كيلو في اليوم. ربع كيلو في اليوم؟ في اليوم لمده 3 4 ايام الاسبوع. وبعدين بعد كده نديله نص كيلو، يعني كله الحولي في الشهر زي حوالي مثلا 60 كيلو ذره. 60 في 13 مع ايه تاني؟ يعني يبقى في خلطه كسبه مثلا من المصانع. بتخلطها كده، وفي طبعا فول الصويا وقشره فول الصويا والكلام ده. يعني انت النهارده كيلو الخرفان البرقي القايم بيوصل ل 158 160 جنيه. 158 160 حاليا. صح كده؟ صح. طيب بتبقى كسبان ولا خسران؟ كسبان انا، خصوصا موفر مراعي. يعني دلوقتي يعتبر الحولي الصغير صرف لعند 4 شهور، يعتبر ما صرفش عليه حاجه. هي الفترة اللي هي 4 شهور بس اللي هنصرفهم عليه، هي بتاعت الفطام دي. وبعدين أنا الدورة دي كلها يعتبر أكتر من 90% من عندي، من أرضي. يعني أنا عندي ما بنزرع الدورة مكان الغلة، مش الغلة طبعا، لما نسلم الغلة للجمعيات بنزرع الدورة. لكن كان نقوله حسابيا مثلا ياخد نقول في الأربع شهور مثلا 250 كيلو. 250 كيلو دورة. دورة. أنت أساسا عندك الدورة، لو اتحسب الدورة تكلفته كام تعرف أنت كسبان كام. فالحولي دلوقتي عشان يبقى مثلا نقول 60 كيلو او 65، اللي عند 70 كيلو كمان، يعني في 150، شوف الحولي يعمل كام، يدخل في 9000 ولا اكثر.